اللي ما شاف الفيديو تاع امبارح انا سويت ردة فعل على كينج رولودكس، وكان منزل اول فيديو له مش تمثيل. في اكثر من شغلة انتبهت عليها بالفيديو ووضحت انه هذا الفيديو مش تمثيل. انا مش متأكد 100% بس مبين يعني اللي واضح انه مش تمثيل. المهم اللي ما بيعرف مين هذا واحد بيساعد المساكين، دائما بيطلع بيساعد المساكين بس معظم فيديوهاته للأسف تمثيل، وبيكون جدا جدا واضح انه تمثيل. وامبارح سويت عليه ردة فعل لاول مرة وكان الفيديو حقيقي، بيّن في كم من شغلة بالفيديو وضحت انه حقيقي. واليوم انا دخلت المنشنات ولقيت منشن عليه فيديو منزله اليوم. الفيديو الحقيقي اللي انا بحكي عنه كان منزله مبارح، اليوم نزل فيديو جديد ومسح الفيديو تاع امبارح. ما بعرف ليش الصراحة مسحه، غريبة جدا. يعني اول فيديو بحياتك انت منزله حقيقي ومسحته، يمكن ما جاب له كتير مشاهدات، شاف الوضع كيف يعني جدا سيء لما اعمل اشي حقيقي ما عم بيجيب لي مشاهدات، فقرر اليوم يعمل فيديو واضح جدا انه تمثيل ومنشنتوني انتوا عليه. خلينا نشوف هذا الفيديو. ليش وكم خفت؟ كيف طيب لحقتوا عليه؟ كيف مسكتوه هو ولد صغير وقاعد بيركض؟ مستحيل وقف لكم هيك فجأة بدون أي سبب. وقف. والمكان طبعا زي العادة، امبارح لما سويت الفيديو الحقيقي كان بمكان مليان فيه ناس مليان سيارات، بس هذا الفيديو أي فيديو تمثيل إله بتلاقوه بمكان خالي ما في أي حدا فيه. وسبحان الله لقى ولد على جنب بالشارع وراح يلحق وراه، والكينج رولدكس انتو بتعرفوه يعني الفلاش ما حدا بيقدر له، سريع جدا، ولحق الولد وبعدين وقفه وحكاله ليش بتركض؟ خفت. ها؟ سرق شي حتى خفت؟ كان حدا بده يضربني. فكر حدا بده يضربه. هو انتو بتعرفوا كيف الناس هيك بالشارع بتكون بتتمشى وفجأة الناس بيجوا بدهم يضربوها، بالذات كينج رولدكس، واحد يعني وزنه ما بنقدر نحكي نحن جدا جدا يعني هو سمين، بس انه يعني في صحة، في صحة ما شاء الله، وبنت معاه وكمان في مصور، وفكر هدول بدهم يضربوه. سبحان الله انتو بتعرفوا كيف يعني لما تلاقوا بالشارع بنت مع واحد ومعهم كاميرامان وراء قاعد بيصور مع فلاش كبير، اول اشي بيخطر ببالك هو انه هدول جاي بدهم يضربوني، فبتركض. تعطيه الوردة هيدي مني لإلك. هلا انت صار معك حق الوالد، قد ايه حقه بهذا؟ 50 شو؟ 50. انت هون بالشارع هون بالبرد كمان 50,000؟ انت بالشارع بس عشان 50,000 يا فقير؟ بس 50,000؟ هدول انا بطلعهم بالثواني يا فقير، بس عشان 50,000 انت قاعد بالشارع وبردان بنص هذا البرد قاعد؟ بده يسترزق، اللي بده يسترزق بده يجيب فلوس كينج رولدكس. يمكن يعني هيك بس واضح انه كله تمثيل، فالولد هذا لا بده يسترزق ولا اشي، بيكون لقاه بالشارع حكاله اسمع امسك هذا الورد، امسك هيدول الخمسة دولار وبس اجي عندك اقول لك شو عم تعمل، بديك تركود. هلا وقف الكاميرا. الله يفرحك مثل ما فرحتني. انا اسف يا اخي والله قاعد بوقف الفيديو كثير، بس شفتوا انتبهتوا لهي الحركه ولا لا؟ ما في يعني اي حدا منتبه لهي الاشياء، بس انا بنتبه لكل شيء، كل الحركات منتبه لها. وقف الكاميرا شوي، وقف الكاميرا، انه هيك على اساس انا ما بدي احكي كيف بدي اساعدك قدام الكاميرا. يا اخي انا حرام يا اخي كثير مركز على الكينج رولدكس. يا الله حرام يا اخي، تخيلوا بعد كل هاد يطلع ولا شيء تمثيل، راح امسح قناتي باليوتيوب وقتها. أنا بحكيكو جد وقتها أنا حمسح قناتي باليوتيوب، وقتها أنا بكون عايش بكذبة. بتصير هلا عبرك شوف يعني عم نحكي 3 الصبح في البيت ما بقى تجي النشر بهالوقت. لا روح. الفيديو جدا جميل، تمثيلية جدا جدا جميلة، بس أنا لهلأ مستغرب يا أخي ليش مسح الفيديو تاع امبارح. الفيديو مبين كان حقيقي ما فيه أي إشي غلط، يمكن لأنه ما جاب مشاهدات، في احتمال كبير لأنه هو ما جاب مشاهدات، لأنه لو بتفوت عنده البروفايل للكينج بيمسح أي فيديو تحت المليون، ما بيرضى يعني بأقل من مليون، فعشان هيك أي فيديو تحت المليون لا هيك ما بيعجبه. ما جاب مليون بيوم واحد، يلا على التمثيل تاني يوم على السريع. المهم خلينا هلأ نروح نشوف منشنات تانية. الغالي محتاجك. لا محتاج أختي، الغالي محتاج أختي. شلون عرفت؟ هذا يعرف قال لي علق.
ما شاء الله يعني متربي ترباي حسنة ما شاء الله. والله ما بدي أظلم أمه وأبوه حتى هذا الإنسان، يمكن يا أخي أمه وأبوه كتير مناح ما بتعرفه، يمكن هو هرب هو وأخته، أنا ما بعرف القصة تاعته، بس ما شاء الله عليه يعني أكيد أبوه كتير فخور فيه إنه كيف هيك هو بيعامل أخته بالإنترنت. طلع يرد على هذا التعليق يلي بيحكي الغالي محتاجك، وحكى لا مو محتاجني أنا الغالي، الغالي محتاج أختي. أنتوا فاهمين شو الغالي؟ الغالي الغالي يعني أنتوا فاهمين شو الغالي، ما ضروري إحنا ندخل بالتفاصيل المملة، الكل فاهم. يلي مو فاهم ليش قاعد بتحضر الفيديو من الآخر. أكيد أبوه جدا فخور في هذا الإنسان، بيحكي يعني ما شاء الله أنا ربيت وتعبت على دي، كيف هو أصلا بيقدر ينام آخر الليل وهو هيك بيعامل أخته بالإنترنت قدام كل الناس، بايع أخته عشان المشاهدات. سبحان الله كيف في هيك ناس. خلينا نسوي ميوت عشان يعني الكوبي رايت. هاي المظاهرات تاعت زارا، ما بتعرفوا انتو زارا شو سوى اصلا اليوم ولا مبارح، يمكن نزل اعتذار له. يلي ما بيعرف شو صاير، زارا نزلت اعلان تقريبا قاعدة بتستهزئ بالناس يلي بغزة. الاعلان تاع زارا كان بمكان مكسر، والموديل كانت ماسك مانيكن مكفن، وبنفس الوقت كمان في زي حفرة بالحيط زي خريطة فلسطين، فالناس على السريع يعني عرفوا انه قاعدين بيستهزئوا فينا. ممكن هم بفكروا الناس جدا جدا اغبياء لدرجة انه ما رح ينتبهوا انه هم قاعدين بيستهزئوا فينا، بس اول ما نزلوا الاعلان انفضحوا، وعشان هيك انتو شايفين المظاهرات هاي اللي قاعدة بتصير عشان زارة. المهم زارة نزل اعتذار، خلينا نروح نشوفه مع بعض. بعد الاستماع الى التعليقات المتعلقة باحدث حملة يلي هو الإعلان، آخر إعلان سووه، نود أن نشارك ما يلي مع عملائنا. الإعلان تم تنسيقه بيوليو وتم تصويره بسبتمبر. الإعلان كان عبارة عن سلسلة من صور المنحوتات غير المكتملة في استوديو النحاتين، وتم إنشاؤها لغرض وحيد وهو عرض الملابس المصنوعة باليد. لسوء الحظ شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصورة التي تمت إزالتها الآن، وروى فيها شيئا بعيدا عما كان مقصودا عندما تم إنشاؤها. تتأسف زارا لسوء الفهم هذا، ونؤكد من جديد احترامنا العميق اتجاه الجميع. الصراحة الاعتذار منطقي، بس انتو ما بتعرفوا ممكن قاعدين بيحكوا هيك بس عشان يمشوا الوضع. هلأ شافوا في مظاهرات كتير قاعدة بتصير، الناس بدأت تتقاطع. انا سمعت كمان بفيديو بالتيك توك انه هم لهلأ خسروا 10 مليون، ما صار له الموضوع اسبوع، اقل من اسبوع وخسروا لهلأ 10 مليون، فممكن عشان هيك طلعوا يحكوا هذا الاعتذار. ممكن كل هذا الاعتذار تأليف، يعني كل الكلام هذا اللي على اساس انه هم فكروا بهاي الفكرة بجولاي وبعدين صوروها بسبتمبر، عادي تكون كلام فاضي بس عشان الناس تسامحهم، بس كمان عادي يكون كلامهم 100% صح. بس خلينا نحكي اوكي كلامهم 100% صح، هم صوروها هاي قبل ما تصير اصلا الاحداث بفلسطين. اكيد يا اخي هاي الصور وصلت لناس فوق بزارة، واكيد هاي الناس لما شافت هاي الصور بتكون فكرت اجا ببالها انه الموضوع هذا حيبين زي كأنه استهزاء بفلسطين، بس ما بتعرفوا، ممكن كلامهم 100% صح، ممكن هم ما كان قصدهم ابدا. بس انا الصراحه مش كتير مقتنع بالموضوع، ما راح اكذب عليكم يعني مش كتير مقتنع بهذا الموضوع انه على اساس كل هاد بالصدفة، وهم أصلاً إجتهم هاي الفكرة من زمان وصوروها قبل ما يصير الأحداث. ما بعرف أنتوا شو رأيكم، احكوا لي رأيكم بالتعليقات. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير، فأمان الله.